الموضوع لا يقتصر فقط على السيول، ولكن حماية سواحلنا الشمالية. ده أحد أهم الملفات لوزارة الموارد المائية والري. ده ساحل أعتقد اسمه الأبيض في مرسى مطروح، والحقيقة اللي بيقول المشروعات دي بتعود علينا بإيه؟ ده ساحل، يعني ده شاطئ ببلاش، شاطئ عام الدولة صرفت عليه ملايين الجنيهات، ده علشان تعمل المنظر اللي حضراتكم شايفينه. ده لحماية المنشآت اللي في الخلف زي ما شايفين، وكسبنا أرض كمان للشاطئ، يعني مش بس حمينا المنشآت اللي في الخلف، ولكن الرمل بيترسب ما بين الرؤوس الحجرية ويشكل لي شاطئ جديد أقدر أستفيد منه كشاطئ. النهاردة صرفنا 3.6 مليار جنيه لحماية 120 كيلو من السواحل الشمالية، وده رقم كبير جدا. من السواحل الشمالية بتاعتنا 995 كيلو كلها، وكمان ضيف على ال 120 كيلو 69 كيلو متر طولي حماية بمواد طبيعية بنعملها دلوقتي على الأرض. دي بعض الأمثلة. يمكن الأراضي اللي اكتسبناها هنا 1.8 مليون متر مكعب، آسف، مليون متر مربع، نقدر نشوف سعر المتر في منطقة زي كده يبقى بكام النهاردة، ونشوف الفلوس دي استردناها وأكتر ولا لأ، وحمينا بالمبلغ اللي هو 3 وكسر، حمينا بيه 75 مليار جنيه استثمارات. كتير مننا ما يعرفش إن قلعة قايتباي كانت مهددة، الصخرة اللي أقيمت عليها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار، والدولة الحقيقة تدخلت بعمل عظيم جدا، يمكن كان ليا الشرف ان انا زرته يوم الجمعة اللي فات، ونشوف الممر اللي تم عمله حوالين القلعة لحماية القلعة، وتم الترميم وعادت القلعة لشبابها، وانا يعني أدرك تماما ما أقول. وشايفين هنا العمل المعماري اللي تم، كل دي أعمال جديدة ملهاش علاقة بالقلعة، وتم على نفس الطراز المعماري اللي معمولة بالقلعة. وكمان في مرسى هنا للجلاس بوت أو المركب الزجاجي، علشان هنا في أثار غارقة كان لابد من احترامها لما عملنا العمل ده، اللي الحمد لله وأتمنى فخامة الرئيس يكون في فرصة أن هو يفتتحه في المستقبل القريب. وزارة الري قامت ب 2353 مشروع بتكلفة تزيد عن 260 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة، والأهم أن في مئات الألاف من الأيدي العاملة عملت في المشروعات دي، وكمان شركات مصرية من القطاع الخاص والقطاع العام اشتغلت في كل هذه المشروعات.